الأخوات والإخوة، أيها المناضلون، أيها الأحبة، وأنتم تخرجون اليوم من أجل إحياء الذكرى السابعة عشر لرحيل رمز هذه الأمة، رمز هذه الثورة، قائد هذا الشعب الفلسطيني الشهيد القائد ياسر عرفات. نتحدث عن قائد استثنائي، عن ياسر عرفات، عن أبو عمار. نتحدث عن مفجر هذه الثورة، هذا الذي ملك هذا الشعب الفلسطيني هويته النضالية. وعلى نفجر جديد تعم الرافدين في السمراء، عليها فتحاوية، هلا بالكوفي السمراء، عليها فتحاوية.